بعد تراجع داما لحوالي العامين على خام برنت وتكساس ووصول خام برنت إلى أدنى مستويات في حوالي 11 عام تقريبا، بدأنا يوم الاثنين في يوم أخضر. ارتفاعات جاءت قوية اثنين صباحا، ارتفاعات بحوالي 3%، ولكن هذه المرة لم تأتي على خلفية أساسية، إنما المخاوف الجيوسياسية، وذلك مع قطع السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران، وهذا أدى إلى بعض التخوف في السوق وارتفاع أسعار النفط. ولكن هنالك من كان يبحث عن فرصة للدخول في الاتجاه الهابط بالنسبة للنفط، وقد تكون هذه الفرصة متاحة اليوم، لأن علاوة المخاطر قد لا تستمر طويلا، ونعود إلى الأساسيات بأن السوق هو سيستمر في الفائض في المعروض، وهذا قد يضغط على الأسعار على الأقل خلال الربع الأول من العام 2016. وبالتالي من كان يبحث عن فرصة عليه ربما النظر إلى مستويات المقاومة اليوم على أسعار النفط، واحدة قد تكون بقرب من مستويات 39.5 دولار، أما مستويات المقاومة الرئيسية هي بقرب من 42.40 دولار، مع فرصة ربما للخروج من جديد عند مستويات دون 36.5 دولار.